مرحب حبايبي، اليوم بدي اعمل انا وياكم فيديو كتير سهل ورائع للمبتدئين وللكل كمان بنفس الوقت اللي بحبوا الكبة وبحسوها صعبة طريقتها. رح اعملكم طريقة كتير سهلة كيف نعملها بكيس النايلو. نعمل قرص الكبة بكيس النايلو. طريقة الكبة والحشوة رح احط لكم رابط الفيديو، بس هلأ انا الاساس بدي اعملكم كيف نعمل الكبة بكيس النايلو. عندي اول شي الكبة الحشو كنت عم بعملهم ورجعت قلت لنشوف مع بعض كيف بدنا نعملهم بكيس النايلو يلي بحبوا الطريقة. عنا كيس نايلو اكيد نضيف منجيبه. بعمله بهيدي الطريقة للكيس، شفتوا كيف؟ طريقتها كتير عن جد رائعة وما بتاخد وقت بالتحضير. يلي بدو يعملها المبتدئين وغير المبتدئين فينا نعملها هيدي الطريقة، جدا سهلة وما بتاخد وقت. بعمل الكبة بهيدي الطريقة وفيني قد ما بدي بعملها رقيقة، عرفتوا كيف؟ ما بتطلع سميكة. إذا حبينا بحط حشوة بقلبها كمان. في ناس كتير ما بيعرفوا كيف يعملوا الكبة. بسكرها، سكرتها بهيدا الشكل، شفتوا كيف؟ هلا بلفها بالكيس بضغط عليها بهيدي الطريقة. بنلف الكيس هيدا الشكل، شكله كتير رائع. وإذا بدنا إياها بعد من هون فينا نعملها شي خفيف تجي بهيدا الشكل. شفتوا كيف؟ عن جد كتير طريقة سهلة وروعة. لنعمل وحدة تانية مع بعض. بسم الله. كمان نفس الشيء برققها وفينا نعمل الحجم اللي بدنا اياه بهيدي الطريقة. بحط الحشوة بلفها بضغط عليها لتاخد الشكل المطلوب. كمان نفس الشي من هون بلف الكيس. من هيدي الجهة كمان بلف الكيس. شفتوا هيدا الشكل كتير رائع. اذا حبينا بدنا نعملها اكتر بهيدا الشكل، هيدا الشكل اللي انا عملته هلا، اذا حبينا نعمل هيدا الشكل هلا منشوف مع بعض كيف. نفس الشيء بغط ايدي بالماي.
إذا لاحظتوا هذه الطريقة قد ما فينا نعملها رقيقة، منتحكم بسماكة الكبة. عرفتوا كيف؟ حط حشو سكرة كمان، بلف النايلو عليها، ما بشد كتير عشان انا بدي اياها تطلع شوية ناصحة، بس من هون بعملها بالكيس شي خفيف، بختم الكيس. هيدا الشكل، شفتوا كيف؟ هيدي الاختلاف بين هيدي وبين هيدي، انتو حسب ما بتحبوا الكبة. اوكي، بكفي الباقيين وبنرجع. هيدي الطريقة اللي حبيت انا اعطيكم اياها، كتير سهلة للمبتدئين بعملن الكبة وما بيعرفوا يعملوها بالكيس، كتير سهلة وسريعة مثل ما شفتوا بوقت صغير عملت ثلاثة. هيدي الكبة اللي عملتها أنا وياكم بكيس النايلو، بتمنى إن شاء الله يكون الفيديو نال إعجابكم، وهيدي طريقة كتير روعة للمبتدئين بعملان الكبة وما بيعرفوا يعملوها. بتمنى التعليق على الفيديو والإعجاب بالصفحة، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي.